فراكشن رول اللي هو قواعد الطرح، هي قواعد الجمع والضرب والطرح بتيجي بالفطرة بحسها، يعني بنحلها حتى بدون ما نكون دارسين هاي المادة. قواعد الطرح بتكون عندنا بنعمل هاي الشغلة وهاي الشغلة، وفي شغلة مستثناة ما بدنا نخوض فيه، يعني هاي الشغلة بتكون مستثناة. يعني كيف؟ يعني بالأخير يعني كيف؟ هات أفرجيكم كيف. هذا السؤال بوضح الفكرة. How many bits string of length 8؟ طولها 8. هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، هاي 8، وهي بت. ولما نشوف بت بالاختبار بأي مكان بالكويزات، يعني بس بقصدوا 0 و1، يعني ما زي الديجيت بقصدوا فيها 10 حروف 10 أرقام، زي اللتر بقصدوا فيها 60 أو 20 حرف، هاي بت بقصدوا فيها 0 و1. ننتبه لهاي النقطة لأنها جدا مهمة. إيدر إما تبدأ بواحد، أوكي، إما بتبدأ بواحد، هذا أول شرط عندها. أور مش معها أور، إما هاي أو هاي، أما تنتين مع بعض لا. 1 2 3 4، هاي 5 6 7 8، أو تنتهي and end with the 2 0. إذا بدنا نشوف how many bit string تكون تبدأ بواحد أو تنتهي باتنين زيرو. بس السلسلة الحرفية هاي 4 5 6 7 8 اللي بتبدأ بواحد بتنتهي باتنين زيرو ما بدنا إياها، ما بدنا إياها. هاي إحنا حكينا إما بتبدأ بواحد أو بتنتهي باتنين زيرو، واحدة جمعت الصفتين مع بعض، هاي ما بدنا إياها، فبدنا نستثنيها. كيف بدنا نستثنيها؟ تعالوا أنا وياكم أفرجيكم هاي الشغلة. هلأ هاي كم بت ضلت؟ بدأت بواحد، هاي خلاص ثابتة. كم احتمالية هون؟ 7، فبتصير 2 قوة 7. ليش 2؟ لأنه 0 و1 خانتين، 2 قوة 7. هاي كم بت ضلت منها؟ ضلت منها هما 8، ضلت 6، فهاي 2 قوة 6. منيح؟ فاتنين قوة 7 زائد 2 قوة 6، فمن ضمن الحالات بتطلع معنا هاي الحالة، يعني ضمن الحالات اللي بتيجي هون رح تطلع معنا هاي الحالة، يعني من ضمن الحالات رح تيجي عنا هون بتبدأ بواحد رح يجي هون 2 0، ومن ضمن الحالات اللي 2 0 رح تيجي هون عنا 1، فلازم نستثنيها هاي الحالة. بدنا نشوف كم حالة رح تيجي بهاي الطريقة، فرح تيجي عنا حالة اللي هي كم خانة؟ 1 2 3 4 5 5، 2 قوة 5، اوكي، فناقص 2 قوة 5، فبتصير 2 قوة 7 128، 2 قوة 6 64، 2 قوة 5 32، بنجمع هدول مطرح منها هاي بيطلع الجواب اللي بدي اياه هو 160 سترينج. جدا سهلة وحلوة وبيجي منها فكرة بالاختبار.